معاشر المسلمين، إن هذا الكتاب المبين الذي جعله الله حجة للناس وجعله الله يمر الناس على أحكامه ويعملون، من تعظيم الله عز وجل أن تعمل بكتابه وأن تعمل بما في كتابه، ومن تعظيم الله أن تحافظ على اسمه تعالى. إنك ترى أناسا لا يعظمون الله. يا معاشر المسلمين، إن هناك أوراقا فيها ذكر الله ترمى، إن هناك دفاتر فيها ذكر الله ترمى، إن هناك أمور ربما تجدون في بعض المحلات أوراق مقطعة يوضع عليها الطعام ويقرب، وهناك أوراق فيها ذكر الله ربما ترمى في المزابل، وبالذات الكتب المدرسية ربما تجدون بعض الطلاب إذا انتهى من ذلك رمى بمثل هذه الكتب ومزقها، وفيها من الآيات والأحاديث وفيها من ذكر الله. إن هناك بيوت قد علتها المصاحف في البيوت وطوى عليها طاو العنكبوت وسارت عليها الأتربة، لا يقرأ الناس القرآن. أين تعظيم الله؟ أين تعظيم القرآن؟ إن هناك من الناس من جعل المصاحف على السيارات معلقة، هذه المصاحف الصغيرة تعلق على السيارات وتعلق في مكان المرآة أمام السواق، وما قدر الله حق قدره. أيكون القرآن للعرض؟ أيعرض كتاب الله للأتربة؟ أيعرض كتاب الله للشمس؟ أيعرض كتاب الله للزينة؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. أين تعظيم الله؟ وما قدر الله حق قدره؟ إن هناك من جعل القرآن على ستور البيوت وعلى أماكن البيوت، تأتي الأتربة وتأتي الذباب عليه لينذر من كان حيا لا ليعلق. أنزل عليك القرآن لتنذر به لا لتعلقه. هذا من تعظيم الله، أن تعظم كلام ربك وأن تعظم هدي ربك. هذا قرآنك أنزله الله على رسوله لك لتتبع ما فيه ولتهتدي بهداه. هذا من تعظيم الله، هذا من تعظيم الله. ذكروا أن رجلا كان معه خاتم ومكتوب عليه اسم الله، وكان هذا الخاتم بدينار، فسقط عليه الخاتم إلى مكان الأذى والقدر، فوضع عليه تقريبا 1000 دينار. أتى بمن يقوم بإخراج الخاتم فقيل له إن هذا خاتم بدينار وستدفع عليه 1000 دينار من أجل أن تخرجه من مكان القدر، خذ خاتما بدله. قال لا، إن فيه اسم الله وما أريد أن يوضع اسم الله في هذا المكان. فوضع 1000 دينار، فرأى فيما يرى النائم: يا فلان، لقد رفع الله ذكرك كما رفعت ذكره، لقد رفع الله ذكرك كما رفعت ذكره. هذا وهو بما سمع، وحق له أن يدفع أكثر من 1000 دينار تعظيما لله. قدر الله حق قدره. وتجد بعض الناس